يا هلا وحياكم الله يا جماعه الخير فيديو ثاني جديد. وي اليوم يا جماعه الخير الجو ولا يا اخي والله العظيم الجمهور المصري على راسي على دماغي من فوق. اي فيديو اي رياكشن احطه عن رابر ولا مغني مصري يا اخي المشاهدات والله العظيم يا جماعه الخير لكم ما تقصرون. ما شاء الله ما شاء الله والحمد لله. شكرا يا جماعه الخير على الدعم صراحه والله العظيم تحرجوني يا جماعه الخير. لازم دائما يا جماعه الخير اسوي رد فعل على اغاني ولا راب مصري يا جماعه الخير. لازم اسويها تقريبا اسبوعيا. على العموم اليوم راجع لكم فيديو تفجيري يا جماعه الخير. اغنيه مشاهداتها خرافيه مشاهداتها عالميه يا جماعه الخير. بوم الشاشه قدامكم يا جماعه الخير زي ما شايفين. ويجز اسم الشخص يا جماعه الخير ما ادري شو معناها. يمكن اسم الرجال وقتي سموه ويجز الله اعلم. لو عارفين اسم الشخص يا جماعه اكتبوا لي في التعليقات تحت. المهم اسم الشهره ويجز اسم الاغنيه دورك جاي حياتك. زي ما شايفين يا جماعه الخير 50 مليون مشاهده يا جماعه الخير. الفيديو شوي قديم بس شفت المشاهدات وكمان سمعت عن هالاسم ويجز في التعليقات كثير يا جماعه الخير. فلازم نعمل عليه رد فعل. ان شاء الله تكون اغنيه خرافيه. خليني اعطي الفيديو لايك. ويت قبل اعطي لايك يا جماعه الخير اوريدي اعطيت لايك بس شوفوا اللايكات يا جماعه الخير تقريبا 750 الف لايك. انا ما اتذكر متى اخر مره عملت رد فعل على اغنيه فيها 700 الف لايك. يعني اغاني الامريكيه اغاني الاجانب بس يا جماعه الخير اللي فيها 750 الف لايك يا اخي شيء اسطوري شيء خرافي يا جماعه الخير. المهم ما بتكلم كثير يا جماعه الخير. شوفوا هالضغطه هالزر الاحمر ان شاء الله لو الفيديو خطير وعد مني يا جماعه الخير راح اشترك في القناه. المهم انا مستغرب من شيء واحد يا اخي الفيديو فيه تقريبا 50 مليون مشاهده بس ويجز عنده بس 1.7 مليون سبسكرايبرز. ليش؟ شيء غريب شوي يا جماعه الخير. المهم ما بتكلم كثير يا جماعه الخير متحمس جدا. خلي اجيب الشاشه فوق وخلنا نبدا بالراب المصري. اوي صراحه ويجز مش شكله شكل واحد يغني راب يا جماعه الخير صراحه يعني يا جماعه الخير. المهم خليك على الفيديو. لين الحين التصوير خرافي يا جماعه الخير. دورك جاي. اوكي بيج سبونسر ريد بول. الشركات لو تشوفون الفيديو وحابين تكونوا سبونسر القناه ترى انا موجود يعني على فكره. وفتنا بعشر المصابين. اوكي اوكي صراحة يا جماعة الخير صراحة الفيديو خطير والله العظيم. يعني زي ما شايفيني سبيشلس فيديو لين الحين خرافي. الاديت خطير. حبيت الجاكيت يا اخي والله العظيم. يعني جاكيت ما ادري لو اتس تايب اوف اديتنج ولا شو بس يا اخي جاكيت يعني شو اقول لكم يخلي ويجز شو اقول لكم يعني يفرقه من المجموعة عرفتوا يا جماعة الخير. يعني يخلي ويجز واضح يا جماعة الخير. حبيت. المهم خليك مع الفيديو. اديله يا اخي اقسم بالله الكلمات خطيره يا جماعه الخير. يا اخي والله العظيم يعني ام سبيشلس مان ام سبيشلس. خليني اعيد شوي ورا. يا اخي هاي المفروض يقول كذي العب الغزال العب عرفت يا جماعه الخير. شوف ويت شوف البارت هذا المفروض كذي يا اوكي الحين البيت اوكي الحين البيت اوكي يا اخي يا جماعه الخير والله العظيم طريقه الراب يا اخي غريبه جديده يا جماعه الخير. يعني تعرفون عاده يوم اسوي رد فعل لحد شخص معين ويعجبني الاغنيه اقول لكم يذكرني مثلا بترافيس سكوت يذكرني بدريك عرفتوا يذكرني بالمشاهير الثانيين عرفتوا يا جماعه الخير. ويجز از اون هيز اون ليك عرفتوا يعني فريد من نوعه ما يتذكرني باي حد بس ستيل يا اخي اقسم بالله يا جماعه الخير شيء خرافي. المهم خليك على الفيديو.
على ما اظن هذا مروان بابلو. ويت ويت خليني اهدي الفيديو شوي ورا. على ما اظن هذا مروان بابلو صح ولا لا يا جماعه الخير؟ لو عارفين اكتبوا لي في التعليقات تحت. على ما اظن يا اخي اخر رد فعل عملت على مروان بابلو، لو ما شفت رد فعل اضغط فوق روح شوف يا حبيبي. يا جماعه الخير على ما اظن في اخر فيديو عملته على مروان بابلو كان في مقطع في المكان هذا نفسه على في هذيك الاغنيه. ولا واظن مروان بابلو كمان كان لابس نفس اللبس. لو انا غلطان اكتبوا لي في التعليقات تحت، لو انا صح كمان اكتبوا لي في التعليقات تحت يا جماعه الخير. المهم خلينا نكمل الفيديو. يا اخي the production high quality. الادلب خطير. يا اخي الادلب خطير يا جماعه الخير. وي حبيت الادلب يا جماعه الخير. يا اخي it's different. That's all I can say. المهم خليني اكمل الفيديو. اظن هذاك مروان بابلو يا جماعه الخير على ما اظن. شغاله فرقه بحركه باركه. حبيت البارت هذا يا جماعه الخير. اسمع حتى يا جماعه الخير والله العظيم يعني مش بس الاغنيه فريده من نوعها وطريقه الغناء فريد من نوعها، حتى الرقص يا جماعه الخير اول مره اشوف حد يرقص بهالطريقه يا جماعه الخير. ديفرنت يا اخي اللي ما عجبني في الاغنيه يا جماعه الخير ان الاغنيه يعني كيف اقول لكم يا اخي ما تنحفظ، عرفت يا جماعه الخير يعني ما تعلق المخ بسرعه. هذا اللي ما عجبني في الاغنيه خاصه شو اسمه الهوك ما يعلق المخ. بس حبيت التون يا جماعه الخير. ديفرنت ذاتس اول يا اخي اللي عجبني بس اتس ديفرنت. تصوير الفرق، الرقص غير، طريقه الغناء غير، كل شيء غير يا جماعه الخير. يا بالله عليك شوفوا الرقصه يا جماعه الخير. ويرد اعتقد من زمان يا جماعه الخير ما شفت فيديو الى النهايه. هذا اول مره يا جماعه الخير فيديو ويرد. شوفوا ويت بوم طيح الشاشه. شوفوا يا جماعه الخير الأغنية حلوة. It's different. I like it. It's nice. Okay. Everything is good. بس still على رأيي يا جماعة الخير هل الأغنية تستاهل 50 مليون مشاهدة؟ صراحة أنا توقعت أكثر، يوم شفت 50 مليون مشاهدة توقعت أكثر من هذا. ما أدري ليش، بس 50 مش رقم بسيط يا جماعة الخير، رقم كبير جدا. فأنا توقعت أكثر. الفيديو شوفوا، يعني لو كان فيه مثلا 15 مليون مشاهدة بقول أوكي فيديو خرافي. بس 50 مليون صغير يا اخي. يعني صراحه يا جماعه الخير تقييم الاغنيه والفيديو كليب تقريبا 8 من 10 مش 10 من 10. احس 50 مليون لازم يكون فيديو 10 من 10 ولا شو رايكم؟ المهم يا جماعه الخير الله يوفق ويجز. لو عندكم اي اغنيه ثانيه حق ويجز يمكن احسن من هذه، اغنيه خطيره ولا اي رابر ثاني تراب ميوزك مصري عندكم يا جماعه الخير اكتبوا لي في التعليقات تحت، وكمان اكتبوها فوق انستغرام سناب شات. سهلت الموضوع يا جماعه الخير، انزل تحت افتح الديسكربشن بتلقى رابط اللينك، اضغط على اللينك بيوديك على الصفحه بالانستغرام. طرش لي دي ام على اي اغنيه اي فيديو تبغى نعمل عليه رد فعل، وان شاء الله يا جماعه الخير بعمل رد فعل as soon as fast as possible. على العموم الى هنا وصلنا لنهايه الفيديو. لو عجبك هالفيديو تعرف شو تسوي، لايك شير سبسكرايب كم عقب اخوكم هايل. شكرا لمتابعتكم الفيديو والسلام.